يعني بالحقيقة نتيجة أنه الأعداد ضخمة جدا، ففريقنا بالحقيقة بالأيام الماضية كان مستنزف بعمليات هاي التوثيق، بس ما عم نلحق. لهيك عدد الحالات بعتقد اللي وثقناها وصل تقريبا حوالي 17 حالة، هدول المؤكدين، ولكن عندنا معلومات أخرى عم نتأكد منها عن عشرات الحالات الأخرى. لاحظناه ايضا، وهذا اللي عم نشتغل عليه، انه في استدعاء للعشرات من مراكز الايواء لاجراء عمليات تسويه. كمان لاحظنا انه في انتشار كثيف لاعداد هائله من الاعداد، يعني كبيره من حواجز الطياره. هاي الحواجز الصغيره اللي مشان يعني بعد ما عم يعبروا الحدود عمالي يتم اعتقالهم على هذه الحواجز. في عمليات يعني تهريب من مناطق النظام إلى المناطق اللي عم يسيطر عليها المعارضة، عم تتراوح بين 2000 دولار، عم نوصل لمبالغ كبيرة كثير، ل6000 دولار، بس إنه حتى لما يعني يتعرض الشخص لاعتقال أو للتجنيد يعني حياته عمليا عمالة تنتهى. هلأ في عم يروح من لبنان بعض هاي الحالات مباشرة إلى مناطق خارج المعارضة. هلأ عمليات تهريب برعاية مين؟ رعاية الفرقة الرابعة، وهي أكبر مستفيد من ماديا، من لأنه هذا الطريق من يعني لبنان دمشق قادة تحت سيطرة الفرقة الرابعة بشكل كامل وبشكل مطلق. هذا مصدر تمويل بالنسبة لهم، يعني مصدر ابتزاز وسرقة وما إلى ذلك، وهن يعني اللي عم يستفيدوا منها ماديا من هي موجة المأساة الإنسانية اللي حلت حاليا. وبالتالي عم نحكي عن تقريبا 4 مليون. هذا شكل ضغط هائل على البنية التحتية وبشكل أساسي على المرافق الطبية، ولهيك نحن عم نلاقي إنه في عملية شح بالخدمات. أضف إلى ذلك إنه مثل ما تحدثنا، ويعني وكمان على قناتكم الكريمة تم التطرق إلى موضوع تخفيض المساعدات مرارا من صندوق الغذاء العالمي، اللي هو خفض بهي السنة نتيجة تخفيض الدعم من الدول المانحة، فتم تخفيض أيضا الوجبات، وبالتالي هي المنطقة بالأصل عم تعاني من شح كبير في الموارد، بس بشكل أساسي عمليات التغذية ويعني المناطق اللجوء. ولكن يعني هم أعتقد يعني ما في خيار آخر أمام هؤلاء النازحين.